يا أهلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامج الاختيار، وهذه الحلقة راح تكون مكملة لحلقتنا الأولى مع المميز لاعب نادي الكويت ومنتخبنا الوطني الكابتن عبد الرحمن العوضي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور أخوي عبد الله. عبد الرحمن، بالحلقة الأولى تكلمنا عن المواضيع العديدة اللي تخص تمرينكم في شهر رمضان المبارك وشلون تتعاملون مع هذا الشهر الفضيل. خلنا نتكلم شوية عن رياضتك التنس الأرضي ومستوى هذه الرياضة على الكويت، شلون تشوف مستواها بالكويت اليوم؟ والله مستواها بالكويت خلينا نقول يعني قاعد يصير أفضل. احنا بالسابق يعني عندنا لاعبين محمد الغريب وعبد الله مغدس، يعني ما شاء الله انجازاتهم كانت وايد كبيرة حق رياضة التنس بالكويت، واحنا قاعد نحاول طبعا نكمل المشوار. عندنا احنا الحين حاليا انا وعيسى غبزر، عبد الحميد محبوب، بدر عنتر، وعلي الشطي، يعني احنا تقدر تقول الجيل اللي ورا محمد الغريب وعبد الله مغدس. فمع الحين افتتاح الاكاديميه واستلام مدربين الاكاديميه حق المنتخب وتدريبهم لنا، قاعد نشوف ان المستوى قاعد يتطور وايد. بس مثل ما انت عارف يعني الوضع حاليا ما يسمح ان احنا نروح نلعب بطولات خارجيه، فما قسنا الصراحة التطور اللي صار بالفترة الأخيرة، بس يعني كلنا ملاحظين هالشغلة هذه إنه صار في تطور كبير بلعبنا وبمستوانا بالتنس. فإن شاء الله بالفترة القادمة إن شاء الله من تزول الأزمة هذه ممكن نسافر بطولات برا وإن شاء الله نسوي إنجازات أقوى بعد. عبد الرحمن، منو أبرز المنافسين لك اليوم بهاللعبة؟ والله شوف إذا بكلمك أنا محلياً، إحنا عندنا حالياً عبد الحميد محبوب جمعة، وعندك بعد عيسى غبزرد، يعني إحنا الثلاثة تقدر تقول غالباً قاعد نباري بعض بالنهائيات، وبيننا إحنا الثلاثة يعني قاعد نتقاسم البطولات، فهذيل أغلب منافسين لي. إحنا ما شاء الله تبارك الرحمن قاعد نشوف إنجازات وألقاب، أنتوا الثلاثة أكثر ناس بالكويت قاعد تحصدون هذه الألقاب ما شاء الله. سر التألق هذا وسر التميز أنك أنت قاعد تحافظ على هذا الرتم، شلون؟ يعني طبعا أنت كثر ما تقدر تحاول أنك أنت تستمر على نفس الجدول اللي كنت ماشي فيه من وانت صغير. يعني إحنا شفنا وايد لاعبين بالكويت سواء أكبر مني أو أصغر مني كان مستواهم وايد زين بالبداية، بس تلاقي من يبلش يداوم. طبعا هالشيء هذا يعني عذر مقبول، يعني انت بالنهايه لما تداوم ما يكون عندك نفس الطاقه اللي كانت عندك قبل ايام المدرسه ولما تكون ما قاعد تشتغل. فنلاحظ وايد لاعبين احنا من يبلشون دوام خلاص تلاقي يعني مستوى ينزل. ليش؟ لان بالنهايه هو خلاص استنبط طاقته الصبح بالدوام، ولما يجيك التمرين يجيك تعبان وما يقدر يؤدي، وهم ثاني شيء ما يقدر يلعب بطولات برا، ما يقدر يسافر، فهالشيء هذا هم يأثر على مستوى اللاعب بالكويت. عبد الرحمن، تصنيفك اليوم وتأثيره عليك انت كلاعب اليوم، شلون تحافظ على تصنيفك وشلون ترتقي بهذا التصنيف، او بعيد الشر عنك انه ينزل هالتصنيف هذا؟ شوف اذا انت قاعد تكلمني عن التصنيف العالمي، فالتصنيف العالمي هذا يعني شيء يحتاج تفرغ كامل، انك انت يعني لازم تسافر هنقول 38 أسبوع بالسنة أنت برا الكويت، ما تلعب بالكويت، يعني كله برا تلعب بطولات عالمية. وبهالطريقة أنت ممكن تجمع نقاط، فأنت خنقول لعبت 30 بطولة. أنت بالثلاثين بطولة هذه أكيد في بطولات سويت فيها نتائج زينة وفي بطولات ما سويت فيها نتائج زينة، فبالنهاية أنت قاعد تجمع نقاط لما تفوز بالمباريات. فلما أنت تسافر مثلاً 4 بطولات بالسنة ما راح يصعد تصنيفك، راح يظل مثل ما هو، أو حتى يمكن ما تأخذ تصنيف. فالشيء هذا يعني أساسي مثل ما قلت لك، إن أنت تسافر وتلعب البطولات وتكون غالبا يعني 10 أشهر أو 9 أشهر بالسنة أنت برا الكويت. يعني التصنيف معتمد على كثرة المباريات، كثر ما تلعب تصنيفك يصعد؟ طبعا طبعا. مع الفوز والخسارة؟ مو مع الخسارة طبعا، مع الفوز. بس أنا أكلمك لما أنت يعني إحنا وايد نشوف لاعبين لما نسافر نشوفهم كل بطولة، يعني كل بطولة إحنا نروح لها نلاقيهم. هذا بالنهاية ما قاعد يقعد بديته، هذا قاعد يسافر طول السنة. مع أنه مستوى أقل من مستواك، بس هو بالنهاية خبرته بالمباريات أكثر، خبرته بالبطولات هذه أكثر. وأنت بالنهاية لما تلعب 30 بطولة أكيد عندك كم بطولة راح تسوي فيها نتائج زينة، وبالتالي يصعد تصنيفك. بس إحنا لما نروح نلعب 4 بطولات بالسنة، أول شيء أنت ما عندك إلا 4 بطولات، وإذا خسرت فيهم خلاص أنت ما عندك فرصة ثانية. وثاني شيء أنت ما تتعود على يعني الرذم مال المباريات، الرذم العالي مال المباريات، فهالشيء هذا هم يأثر عليك. ممتاز. خلنا نتكلم عن مدربك الخاص عبد الرحمن اليوم وتأثيره عليك أنت كلاعب. لا الفضل أكيد أن أنت توصل لهذا المستوى،
شلون تشوف تأثيره عليك؟ شوف عبد الله، يعني يمكن التنس رياضة غير عن رياضات الجماعية. اللي تفرق فيه إن المدرب التنس عنده لاعب واحد ماسكه، خلينا نقول، أو هذا تصور اللاعب، إنه المدرب هذا قاعد يدربني أنا. فتأثيره كبير وايد على لاعب التنس، وطبعاً أنا مروا علي مدربين وايد يعني من كنت صغير، يعني ما بأذكر أحد عشان لا أنسى اسم، بس تأثيره جداً كبير يعني خصوصاً بالعامل النفسي، طبعاً بالعامل الثاني اللي هو لما يدربك الملعب التنس شلون تتحرك شلون تطق الكرة، هذا هم يأثر، بس غالباً العامل النفسي إذا أنت مرتاح حق المدرب هذا وايد راح يفرق وياك بالمباريات. ممتاز. عبد الرحمن، إحنا عندنا كم صورة لك نبي نشوفهم مع بعض ونعلق عليهم إن شاء الله. عبد الرحمن، عندنا الصورة هذه كانت في أي بطولة وشنو اللقب اللي حصلته هني، أي مركز؟ أعتقد هالبطولة هذه كانت ب 2016، إيه أعتقد ب 2016 هذه خليت بطولة السنعام، بطولة الاتحاد المغلقة. أعتقد مني باريت أخوي علي الغريب بالنهائي، والحمد لله قدرت أفوز عليه. يعني حتى أذكر هالمباراة هذه طولت وايد، يمكن طولت تقريبا ساعتين ونص ساعات. فإيه هذه أعتقد بطولة الكويت وحصلت فيها على المركز الأول، كنت طبعاً أمثل نادي الكويت فيها. ما شاء الله تبارك الرحمن، ممتاز. وفي صورة ثانية أيضاً، هذه الصورة الثانية وأنت تستلم الكاس، هذا كاس التفوق ولا كاس البطولة ولا كاس المركز الأول؟ هذا كاس المركز الأول، هذه طبعاً بطولة نظمتها أكاديمية نادال في 2020، نهاية 2020. نظموا أربع بطولات طبعاً وراء بعض، فهذه كانت البطولة الثانية وفزت فيها بالنهاية على أخوي عبد الحميد محمود. ممتاز جداً جداً، كانت المنافسة شرسة بينك وبين عبد الحميد على اللقب. دائماً مع حميد تكون منافسة صعبة. أكيد طبعاً، نوجه له تحية طبعاً، هذا اللاعب المميز والخلوق عبد الحميد محبوب جمعة. أغلب الرياضيين بشكل عام عبد الرحمن، بعيد الشر عنك، إذا حاشته إصابة ينقطع عن اللعب، الظروف بعض المرات تقطع عن اللعب. قد مرة أنت انقطعت عن لعبة التنس الأرضي ورجعت لها مرة ثانية؟ إيه، أنا ب 2018 تقريبا وقفت تقريبا سنة، سويت عملية برستي. طبعا الإصابة هذه حصلت بالملعب، فصار عندي قطع بالأربطة بالرست، فسويت عملية وقفت تقريبا سنة كاملة، بس الحمد لله رديت يعني ب 2019 حتى رديت وقدرت يعني أني أوصل نهاية بطولة السنعام، مع اني ما كنت جاهز. يعني انت لما توقف سنه طبعا هالشيء هذا ياثر وايد على المستوى، اكيد ياثر على اللاعب طبعا. فالحمد لله يعني انا طبعا النتيجه هذه يعني ما اقول لك اني استانست، بس يعني خلينا نقول فاجاتني ان انا وصلت النهائي، والسنه اللي بعدها هم فزت بالبطوله. فالحمد لله يعني خلينا نقول السنه هذه اللي وقفت فيها ما اثرت وايد علي. اول شيء خلينا نطمن الجمهور على ايدك شلون واضح الحين، اوكي؟ لا الحمد لله اي بس امورها طيبه. الحمد لله رب العالمين. ما فكرت او ما جت لك الجراه انك انت تغير تلعب باليسار بدل اليمين؟ لا هالشيء صعب وايد طبعا. انت يمكن ممكن هالشيء تسويه حق لاعب صغير تو مبلش بالتنس، بس انت كلاعب يعني كبير وصار لك فتره قاعد تلعب بايدك اليمين مثلا، صعب جدا انك تبدل. مع انه في لاعبين سووها، يعني عبد الحميد نوجه له تحية، عبد الحميد جت له إصابة مرة بإيده اليمين فاضطر إنه يلعب بإيده اليسار وما شاء الله تفوق، يعني قال إن الإحساس لا زال موجود. أي صح، حميد حاشته إصابة بنفس مكان إيدي اللي سويت فيها العملية، بس طبعا اللي قاعد يسويه حميد شيء زين، هو قاعد يلعب باليسار. هذا اوبشن، او خلينا نقول هذا شيء نسويه بالتنس. انت مثلا اذا كنت متعور، انا ما سويتها ما ادري ليش، يعني يمكن لما سواها حميد مني استوعبت ان المفروض كنت بسويه انا لما تعورت. بس يعني خلينا نقول هو صح يلعب زين باليسار، بس صعب جدا انك انت تنافس بهالطريقه هذه. ممتاز. خلينا نتكلم عن بطولاتنا المحليه ومستواها خليجيا. اليوم شلون تشوف المستوى المحلي؟ المستوى المحلي طبعا يعني وايد تطور بالفترة الأخيرة، قاعد نشوف لاعبين يعني صغار طلعوا، طبعاً الحين مو صغار، كبروا يعني. عندك طبعاً عيسى غبزرت، عندك بدر عنتر، علي الشطي، هذين لاعبين يعني كبروا خلاص، يعني يمكن قبل ثلاث سنين أربع سنين كان عمرهم 15-16، بس الحين خلاص يعني وصلوا سن العمومي، فقاعد نشوف إنه في منافسة أكثر، قام ينافسوننا، قام يفوزون علينا مرات. فهالشيء هذا معناته إن الرياضة قاعد تطور بالكويت، خصوصاً يعني ان الابطال هذول الصغار يعني قاموا ينافسونا ويفوزون علينا. احنا طبعا
اكيد احنا نزعل لما نخسر منهم، بس بالنهايه احنا نستانس انهم قاعد ينافسوننا، ان في جيل قادم وبقوه بالضبط. يعني بالنهايه هم اللي راح يكملون المشوار، وبالعكس احنا مستانسين لهم، وان شاء الله يعني يكملون بهالطريق هذا ويتطور مستواهم اكثر باذن الله. هذا محليا على الصعيد المحلي. خليجيا، خليجيا اقدر اقول لك ان حاليا على فريقنا اللاعبين الموجودين فيه، يعني عندك عبد الحميد محبوب وعيسى غبزرد وبتر وعلي، طبعا احنا ان شاء الله نقدر نفوز ببطوله الخليج، يعني هذا مو شيء بعيد علينا يعني. وحتى اخر بطوله خليج احنا فزنا فيها كانت في 2018 على ما اعتقد، فحتى بالخليج احنا بالعكس مستوانا يعني دائما الكويت هي على مستوى رياضه التنس، ف ان شاء الله يعني بالبطوله القادمه احنا ننطر يعني متى تصير ونكون جاهزين لها ونفوز فيها ان شاء الله. انا جدا استمتعت وياك عبد الرحمن وجودك معنا شكرا. في برنامج الاختيار، واضافه وشرف كبير لنا انك انت تكون اليوم متواجد ويانا. شكرا اخوي عبد الله، وبالعكس الشرف لي وما قصرتوا، ودائما القناه الثالثه يستضيفونا، وهالشيء هذا طبعا يعني يدل على اهتمامكم فينا. هذا حق واجب طال عمرك، اليوم كل انسان مميز وبارز احنا دورنا كاعلام لازم نسلط الضوء عليه. مشكور وما قصرت، يعطيكم العافيه. بكذي اعزائي المشاهدين نكون وصلنا لختام حلقتنا، على امل ان شاء الله نلتقي وياكم مع نجم قادم. الى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات اسره العمل، وفي امان الله.